السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم في الجزء الخامس من الباب الأول لمادة الفارماكولوجي للصف الثاني الثانوي. زي ما احنا خلصنا المرة اللي فاتت الجرعة، وعرفنا ان كل جرعة ليها حد أدنى وليها حد أقصى. كمان الجرعات في عوامل بتأثر على تحديدها، يعني انا بحدد الجرعة بناء على ايه؟ مش بطريقة عشوائية. اول عامل بيأثر معانا هو السن. بنلاحظ ان الاطفال مثلا احنا بنحسب لهم الجرعه بتاعتهم على حسب الوزن، يعني مثلا الاطفال المبتسرين وفي رعايه الاطفال لغايه سن معين بنقول لك مثلا الدكتور بيبقى عارف الجرعه بتاعت الدواء الفلاني جرعته مثلا 0.5 لكل كي جي، كل كيلو جرام، فبنوزنه ونطلع مثلا الطفل البيبي دوت مثلا 4 كيلو 5 كيلو، وبنحسب الجرعة بتاعتنا، وبعدين بنشوف هناخد كام سنتي بقى الجرعة دي، هنحولها لكام سنتي من الدواء اللي احنا هناخده مثلا الحقن ديت او كده. تمام، يبقى السن بيأثر لنا. لو كان طفل صغير بنحدد الجرعة على حسب وزنه، ولو كان من البالغين خلاص هي وسنه بيحدد الجرعة، بياخد جرعة البالغ. تمام، الجنس. تاني حاجة، في بعض الأحيان في بعض الأدوية الرجال بيحتاجوا كمية أكبر من السيدات نظرا لأن الكتلة العضلية عندهم أكبر، فهنا ده بنضطر إن احنا نزود لهم الجرعة شوية عن السيدات. الوزن زي ما احنا قلنا احنا في أدوية كتير بنحسبها على حسب الوزن، بتتحسب الجرعة على لكل كيلو جرام. طيب، طريقة إعطاء الجرعة. طريقة إعطاء الجرعة هنا، هو احنا هنا مش بنتدخل فيها، هو بالفعل هو بيكون محسوبة وموجودة في الصورة الصيدلانية المظبوطة بتاعتها، بس أنا مثلا ممكن ألاقي نفس المادة الفعالة بس لما باخدها مثلا عن طريق الفم على هيئة أقراص بتبقى الجرعة مثلا أكبر شوية من إن أنا لو أنا خدتها عن طريق الحقن. هنا لأن بيبقى محسوب حاجة معينة، العلماء بيكونوا حاسبينها المحطات اللي بيمر فيها الدواء عن طريق الفم، ممكن يكون بيحصل له ميتابوليزم او تفاعلات مع الانزيمات الكبد بشكل معين، فبالتالي الكميه اللي احنا بنحسبها فيه بنفقد منها اجزاء واحنا ماشيين لغايه لما بيوصل ويحصل لمرحله التوزيع، فبالتالي الكميات دي بتبقى محسوبه. فاحنا بس عشان لو خدنا بالنا من حاجه زي يبقى فاهمين ان هو عن طريق الفم تختلف عن طريق الحقن، الباثوي بتاع الدواء نفسه بيختلف، فبالتالي بتختلف الكمية اللي بتتبقى، وعشان توصل المهم ان في الاخر ان الكمية اللي توصل الدم هي الجرعة العلاجية. تمام، بأي شكل من الاشكال. بعد كده رقم 5 عندنا الاختلافات الفردية. دي في بعض احنا بنشوفها حتى في الحياة اليومية بتاعتنا، ان في مثلا حد يجيله صداع مثلا ياخد قرص اسبرين يبقى كويس جدا معاه ويخففه، حد تاني ياخد بارامول، حد تاني ياخد كتافلام، في حد مفيش حاجة من الحاجات دي تعمل معاه اي حاجة خالص. هنيجي بقى مثلا لاتنين بقى مهمين جدا اللي هما السادس والسابع، دول الاحتمال والتراكم، لان مفيش امتحان بيخلى من تعريف الاحتمال او التراكم او ان هما يجوا في جملة اكمل الفراغ. ايه هو الاحتمال؟ هو ان انا اصبحت الجرعة اللي احنا بناخدها ديت الجسم مبقاش ما بيستجبش ليها، وبحتاج ان انا ازود الجرعة ديت كل فترة علشان اخد نفس الايه التأثير الطبي المطلوب. هو ان يقل تأثير الدواء عند تكرار اعطائه مما يلزم زيادة الجرعة لاعطاء نفس التأثير الاول، ودي بنلاحظها كتير جدا، ان انا مثلا ايه حد مثلا ماشي على دواء سكر او دواء ضغط لفترة طويلة سنين طويلة، وفجأة بيلاقي ان الضغط بتاعه مبقاش متظبط بقى بيعلى وهو بياخد الدواء بتاعه منتظم. هنا حصل احتمال، يعني الجسم بقى خلاص الجرعة دي اتعود عليها فما بقاش يجيب نفس التأثير، فهنا بحتاج ان انا اغير الجرعة او ازودها شوية، او ان انا بغير الدواء خالص لو كان امكن ان انا اخد مجموعة تانية. موضوع التراكم، في بعض الادوية لما المفروض ان هي لما بتدخل الجسم الطبيعي تخرج من الجسم بنفس معدل الدخول، فعملية التراكم هو ان معدل الخروج بيبقى اقل من معدل الدخول. يعني مثلا انا دخل الجسم المفروض مثلا 1 جرام، المفروض ان هو بيخرج 1 جرام، في ادويه لا بتدخل الجسم 1 جرام يخرج 3 ارباعها وربع الباقي يتراكم فيها،
زي اشهر حاجه عندنا الديجيتاليس اللي احنا ذكرناه في الجزء الاولاني خالص، في الادويه اللي من اصل نباتي الجلايكوزيدات الديجيتاليس، وقلنا ان احنا هنتكلم لسه عنه قدام كتير علشان هو دواء مهم. الديجيتاليس ده من الحاجات اللي بيحدث معاها ظاهره التراكم، عشان كده نلاحظ ان احنا الدكاتره لما يجي يكتبوا الديجيتاليس ده اللي هو موجود في السوق على صوره التروكسين، سوري اسف، اللانوكسين. اللانوكسين دوت بنستخدمه في حالات هبوط القلب الاحتقاني. نلاقي نلاحظ ان الدكتور كاتب ايه، نص قرص مساء كل يوم ما عدا الخميس والجمعة او ما عدا الجمعة. طب احنا نقول ايه، هو في دواء بنوقفه ليه هنوقفه؟ طب هو اليومين دول يعني مش هيتعالج فيهم؟ لا، هو هيتعالج وكل حاجة، لان هو في كمية تراكمت من جرعات الخمس ايام اللي قبله دول في الجسم، فهي دي هتغطي اليوم الايه الاخير. بالعكس انا بقى لو اديته كل يوم انا هعرضه هنا للدخول في السمية نتيجة عملية التراكم اللي موجودة في الدواء ده. تمام. بعد كده عندنا بعض الامراض، العامل الثامن، بعض الامراض بتؤثر على الجرعة. ازاي الكلام ده؟ خصوصا لما يكون المريض عنده مشاكل في الكبد او في الكلى، لان الكبد والكلى هم عضوين مهمين جدا ومسؤولين عن يا اما ان هم الميتابوليزم بتاع الدواء، ان هو التمثيل بتاع الدواء، ان هو بيحوله من الصوره الغير نشطه لصوره نشطه عن طريق تفاعل مع بعض الانزيمات في الكبد، او في الكلى زي موضوع الاخراج، هي مين المسؤول عن معظم الادويه؟ هي الكلى. فنيجي مثلا لمشكله الكبد، فلو الكبد فيه مشكله، فيه مثلا خلل في وظائف الكبد، فبالتالي الدواء اللي انا هاخده دوت وانا عارفه ان هو معتمد على شغل الكبد عشان يتحول الى صوره نشطه، اصبح هنا مش هينفع ان انا استخدمه، او هحتاج ان انا اغير الجرعه بتاعته. نفس الحكاية، الدواء اللي أنا عارفة إن هو بيخرج كاملا من عن طريق الكلى، لو في قصور في وظائف الكلى معناها إنها مش هتقدر تخرج الدواء بالشكل المطلوب، معناها إن هيحصل إيه، هيحصل تراكم جوه الجسم وهيدخل وهيعمل لي في مشاكل في أعراض جانبية للدواء، فبالتالي بحتاج إن أنا أقلل الجرعة أو أظبطها على حسب الوظائف. ودايما بنلاقي في النشرة بتاعة الدواء مكتوب فيها الملاحظات دي، يعني لو في مشاكل في الكلى هنلاقي في جدول كده موجود في النشرة بتاعة الدواء، لو كانت وظائف الكلى كذا يبقى الجرعة كذا وكذا يبقى كذا. لازم نخلي بالنا من النقطة دي، مهمة جدا. تمام. آخر نقطة بقى التداخلات الدوائية، إن بعض الأدوية لما بتتاخد مع بعضها ممكن يحصل أكثر من احتمال. اول حاجة ان الدوايين دول يبوظوا بعض، يبقى الدواء A والدواء B مثلا يتاخدوا مع بعض، ولا ده هيشتغل ولا ده هيشتغل، هيتفاعلوا مع بعض ويكونوا مادة ثالثة خالص، ومش هي ولا ده ولا ده هيجيبوا نتيجة، فدول ما ينفعوش يتاخدوا مع بعض، او ان هم هيأثروا على شغل بعض بشكل ايه معين، فبالتالي هنا هحتاج ان انا بس ابعدهم عن بعض، يعني ابعد اخلي ده في وقت وده في وقت تاني عشان ما ياثروش على امتصاص او على او هما يتنافسوا على ريسبتورز معينه في الجسم او كده. طيب في بقى ادويه تانية ممكن لما تتاخد مع بعضها تدي تاثير مضاعف عن التاثير اللي المفروض ان هو يديه، يعني المفروض ان مثلا 1 + 1 = 2، فده الطبيعي ان ده هيدي تاثيره وده هيدي تاثيره، فهنا ده لا، هنا بقى في بعض الادويه مع بعضها تدي تاثير مضاعف، يبقى 1 + 1 = 4، يعني تدي تاثير اقوى ضعف عن اللي انا كنت المفروض هاخده لو انا خدت ايه ده لوحده وده لوحده. فبالتالي بنخلي بالنا من التداخلات الدوائيه ديت، وبنراجع التذكره الطبيه كويس قبل ما نبتدي نتعامل مع المريض ونديله الجرعات بتاعتنا، ودي حاجه نقطه مهمه جدا. يبقى دي كانت العوامل اللي بتاثر على تحديد الجرعه للمريض. بعد كده ندخل على موضوع مهم جدا، هو حركة الدواء داخل الجسم. طبعا احنا بعد ما الدواء بيدخل الجسم بيحصل عملية دواء امتصاص عن طريق المعدة او عن طريق الامعاء لو كان انتريك كوتد، وبعد كده بيحصل له توزيع في الدم. بعد كده في بعض الادويه بتحتاج زي ما احنا عاملين نقول لسه بتحتاج تمثيل اللي هو الميتابوليزم عن طريق الكبد، وبعد كده عمليه الاخراج. خلاص كده بقى احنا خلصنا الجرعة وخلصنا ايه العوامل اللي بتأثر عليها وحركة الدواء جوه الجسم. نيجي بقى لآخر موضوع، وموضوع مهم جدا بيجي فيه أسئلة كتير في الامتحان، هي سمية الدواء ودور الممرضة في العلاج.
أول حاجة إيه هو السم؟ السم هو مادة ليها تأثير قاتل أو متلف لأجهزة الجسم، إذا أعطيت بجرعات صغيرة، وكثير من الأدوية لها نفس التأثير إذا تجاوزت الحد الأعلى للجرعة، وده إحنا لسه قايلينه. المهم إن أنا لازم أركز في حتة إن مادة السم نفسها هي ليها تأثير قاتل أو متلف لأجهزة الجسم، إذا اتخذت بجرعات صغيرة، يعني مش الدواء، يعني الدواء مش سم. الدواء لأ، الدواء مش سم، الدواء لو اتاخد بالجرعة العلاجية المظبوطة خلاص ده دواء ومفيد ومحتاجين له، لكن هو امتى الدواء يتحول لسم؟ اذا تجاوزت الحد الاقصى للجرعة بتاعته، لكن الدواء في حد ذاته ليس سما. السم هي لو الحاجة اتاخدت بجرعات صغيرة جدا منه، ملي جرامز منه، او ملي ليترز منه، تدي تأثير قاتل او متلف في حد ذاتها. أعراض العامة للتسمم بقى أعراض كتيرة جدا، كل حاجة ممكن تدخل تحت البند بتاعها: غثيان وقيء وإسهال وإمساك وارتفاع في درجة الحرارة، صعوبة في التنفس، دوخة، إغماء، اضطرابات في ضربات القلب، ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم، اضطراب في الإحساس، تغيير لون البول، اتساع حدقة العين. أي أعراض غريبة ممكن تحصل للمريض نتيجة التسمم ده. وهو الفكرة كلها إن إحنا نقدر نعرف بسرعة إيه المادة اللي تم التسمم بيها علشان نقدر نعرف نتعامل مع المريض صح. عملولنا ايه بقى؟ هناخد حاجة اسمها المبادئ العامة لعلاج التسمم، في حاجة اسمها المزيج العام لعلاج التسمم، حاجة كده عملناها بتاع كله، اللي هو ده ينفع لأي حالة تيجي عندها تسمم وأنا مش عارفة التسمم ده من ايه. بحط عبارة عن ايه دول بقى؟ فحم نباتي، أكسيد مغنيسيوم، وحمض التنيك. حلو الكلام. طيب هاخد من يعني ايه جزئين، يعني انا لو بعاير المعيار اللي انا بعاير بيه معلقه كبيره يبقى معلقتين، فنجان كب مثلا يبقى اتنين، يبقى اتنين جزئين من الفحم النباتي. طيب الفحم النباتي هنا دوره ايه؟ امتصاص السموم. طيب وجزء واحد، يعني لو احنا دلوقتي لو ماشيين بالمعلقه يبقى معلقه كبيره، يبقى معلقتين فحم نباتي، هحط عليهم معلقه واحده اكسيد مغنيسيوم. ده اكسيد مغنيسيوم لازمته ايه؟ هيتفاعل ويتعادل مع السموم الحمضيه، لو انا عندي السم ده الماده طبيعته الكيميائيه هي حمضيه هو هيتعادل معاها. طيب وبعدين معلقه واحده او جزء واحد من مين؟ من حمض التانيك. حمض التانيك اتكلمنا عنه برضو قبل كده في الادويه اللي من مصادر نباتيه. طب هيساعدني في ايه دوت؟ هيساعدني على ترسيب السموم النباتيه الاصل وهيمنع فعاليتها. تمام، يبقى هو ده المزيج العام لعلاج التسمم. يبقى احنا هنا عرفنا اول حاجة السم، يبقى ده كده تعريف من التعريفات اللي هنحطها فين؟ في بنك التعريفات مع التعريف الجرعة. يبقى النهارده عندنا حاجتين هيتحطوا في بنك التعريفات: تعريف الجرعة وتعريف السم، وهنعرف مكونات المزيج العام لعلاج التسمم. طيب هناخد بقى بعض الحالات اللي ممكن انها تجيلنا وهنعرف هنتعامل معاها ازاي وهنعالجها ازاي. هي موجودة في الكتاب بشكل كلام مرسل، انا دايما بحب اعملها في شكل الجدول دوت، لان هي بتسهل لنا ان احنا نحفظ الحتة امتى بنعمل غسيل معدة امتى بنعمل غسيل معدة، عشان هي اللخبطة كلها بتيجي هنا. يعني دايما ممكن اجيب لك في اكمال الفراغ مثلا حالة تسمم بالفينيك يتم عمل غسيل معدة، هنقعد بقى نفتكر ونتلخبط بين فينيك بنعمل غسيل معده ولا ما بنعملش غسيل معده، لكن لما يكون في الجدول قدامنا كده هنبقى هنحفظ لا 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 مين اللي لا ومين اللي نعم، فبالتالي هيبقى الدنيا اسهل لنا بكتير. لو جالنا حاله تسمم بالمبيدات الحشريه، او كانت بقى فسفوريه مش فسفوريه باي شكل من الاشكال، ما بعملش غسيل معده وبدي ايه؟ امبولات الاتروبين. طيب حالة فينيك ما بعملش غسيل معدة وبدي منبهات وبياض البيض. طيب حالة بوتاس، البوتاس الكاوي ما بعملش غسيل معدة وبدي بيض مضروب باللبن. طبعا دي علاجات مبدئية، يعني هو دلوقتي الوضع اختلف تماما وبقى الحاجات دي ليها انتيدوت بتاعها وليها علاجات اخرى، بس احنا بناخد الحاجات اللي هي السهلة البسيطة واللي ماشية مع المنهج بتاع الكتاب بتاعنا، لكن مش هو ده بالشرط ان احنا هو ده اللي احنا بنطبقه حاليا. يعني حاليا في اساليب للعلاج احدث من كده. يعني طيب عيان جاي عنده تسمم بالكيروسين، الكيروسين ده لو زي حاجه زي المنتجات البتروليه اللي بنستخدم في الاناره،
بعمل غسيل معدة وبدي منبهات وبلاحظ لو في التهاب رئوي محتمل حصل نتيجة استنشاق ايه الكيروسين. صبغة يود بعمل غسيل معدة وبدي محلول نشا. لو حد خد تسمم بالمنومات هنا بقى دواء اهو وراح خد العلبة كلها كاملة، يبقى انا هعمل له ايه؟ هعمل غسيل معدة وهدي منوم، يبقى هدي العكس بتاعه، هيدي ايه منبهات زي الشاي والقهوة والأدوية المنبهة للجهاز العصبي المركزي. طيب برضو اسبرين ده تسمم بايه ده، وهو حد راح واخد ايه 3 4 شرايط اسبرين، بعمل غسيل معده وبدي منبهات. طيب لو بقى حاله جت ملدوغه بعقرب او ثعبان، طبعا اكيد ما بعملش غسيل معده لان هو انا هنا لا هو ما بلعوش هو اتعض، فهنا على طول بدي المصل المضاد ليه، وده موجود في المستشفيات في الطوارئ هتلاقي كده المصل المضاد للدغ العقرب ده لوحده، والمصل المضاد للدغ الثعبان، وكل واحد فيهم ليه طريقة في الإعطاء وليه الجرعات بتاعته وليه طريقة إعطائه في وقت معين بطريقة معينة، والدكتور بتاع الطوارئ والصيدلي اللي موجود في الطوارئ بيبقوا عندهم المعلومات دي متوفرة من عن طريق الطب الوقائي. خلاص وبعمل ايه كمان؟ بعمل شفط طبعا للدم من مكان الاصابه، وبحاول لو انا عندي بلورات برمنجانات البوتاسيوم بستخدمها لتطهير المكان. الحاله الاخيره عندنا المورفين، لو طبعا المورفين احنا عارفين ان ده احد المخدرات، يا اما ان هو يكون عيان اخد جرعات عاليه من المورفين كمخدر وجايلنا على الاستقبال، ده هنا بعمل له غسيل معده لان هو واخده، انت مثلا هو واخده اقراص، وبديله الترياق المضاد ليه اسمه النالوكسون. النالوكسون ده مهم جدا 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 نحفظه، لان مفيش امتحان بيخلى من سؤال النالوكسون، ان لو حضر مريض عنده تسمم بالمورفين يتم اعطائه ترياق ايه النالوكسون، وده مهم لان هو ده الانتيدوت بتاع المورفين. وممكن كمان يحصل تسمم من المورفين لو هو عيان مثلا محجوز عندنا في المستشفى في الرعايه المركزه او خارج من العمليات، واضطرينا ان احنا نديله مخدر زي المورفين بس حصل تخطي للجرعات العلاجيه بتاعته، خد جرعه مضاعفه، حصل خطا من الطبيب، خطا من التمريض، وخد جرعات كبير، برضه بنحتاج له النالوكسون. ده مهم جدا ان يكون متواجد في كل المستشفيات علشان طبعا الحالات اللي زي دي ممكن انها تتلحق منها. يبقى احنا كده استعرضنا مجموعة من حالات التسمم وعرفنا ايه اللي بيتعمل له غسيل معدة، ايه اللي ما بيتعملوش غسيل معدة، والعلاجات المختلفة ليه. دي كانت اخر حاجة في الباب الاول بتاعنا. يبقى احنا خدنا في الباب الاول مهم جدا التعريفات بتاعته، لان الباب ده غني جدا بالتعريفات، الباب الاول بيجي عليه جزء كبير جدا من الاسئله ولا يستهان به، جزء كبير من الاسئله بيجي من الباب دوت، لان في مواضع كتير محل اسئله، بيجينا فيه سؤال في الامتحان دايما بيجي سؤال التعريفات، والباب الاول غني بالتعريفات من اول تعريف الفارماكولوجي، الدواء، دستور الدواء، الجرعه، السم، تعريفات كتير جدا، وزي ما احنا اتفقنا ان احنا بنحطها في بنك التعريفات بتاعنا وبنراجع عليها كويس قوي. النهارده اتكلمنا في الجزء الاخير بتاعنا دوت عن السم والتعريف بتاعه، السمية وكيفية علاجها والمزيج العام للتسمم وبيكون من ايه وكل جزء منه اهميته ايه، وخدنا كمان بعض الانواع الحالات التسمم وهنعمل لها غسيل معده ولا لا وهنعالجها بايه. الجزء الاخير ده مهم قوي لان بيجي فيه اسئله كتير، بتيجي في صوره اكمل الفراغ او صح وغلط، يعني احنا ممكن نلخبط مسؤولك مثلا ايه حاله تسمم بالبوتاس الكوي، يتم عمل غسيل معده ويعطى بيض مضروب باللبن، انا اديتك الاجابه الثانيه صح العلاج مظبوط لكن انا لخبطتك فين، فيتم عمل غسيل معده ولا ما يتمش عمل غسيل معده، وكده. فاحنا نعرف مبيدات حشريه فينيك بوتاس، لا ما بنعملش غسيل معده، نحفظهم الثلاثه دول. اي حاجه تانية هتجيلنا طبعا لا ده العقرب بالعقل كده اكيد مش هنعمل له غسيل معده، يبقى مبيدات حشريه فينيك بوتاس ما بنعملش غسيل معده، كيروسين، صبغة يود، منومات، اسبرين، هنعمل غسيل معده، يبقى ثلاثه مش هنعمل لهم، أربعة هنعمل لهم ومعاهم المورفين طبعا، ونحفظ النالوكسون كويس جدا لأن ده ترياق الهام ومفيش غيره المضاد لحالة التسمم بالمورفين.
وبالتوفيق ان شاء الله، ونشوفكم في التسجيل الاخر ان شاء الله في الباب التاني والجهاز الهضمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.